ينضم إلينا مدير تحرير صحيفة الأهرام أحمد أو أشرف عفوا العشري. أستاذ أشرف أهلا وسهلا بك. بداية، كيف ستؤثر هذه المواقف اليوم التي تصدر من مسؤول سياسي إسرائيلي على المفاوضات الجارية في القاهرة وعلى موقف حماس؟ مساء الخير أستاذة كارولينا. بكل تأكيد هناك تطور إيجابي حصل في 48 ساعة الماضية، ربما بلغ ذروته صباح اليوم عندما استطاع الجانب المصري مع الجانب الامريكي ان يحصلوا على بعض التوافقات الخاصه بما يتعلق بالضمانات الخطيه المكتوبه لحركه حماس الخاصه بامكانيه ان يكون هناك وقف اطلاق نار مستدام يبدا مع تنفيذ المرحله الثالثه من اتفاق الاطار الباريسي، خاصه ان هناك تفاهم في الايام الماضيه على ثلاث مراحل، المرحله الاولى 40 يوما، والمرحله الثانيه 42 يوما، والمرحله الثالثه 42 يوما، وهناك التوافق على ان يكون هناك النقطه المفصليه الخاصه بضروره ان يكون هناك ضمانات خطيه مكتوبه. الجانب الامريكي تعهد للجانب المصري والجانب القطري وسيتم نقلها او ظهر اليوم بعد قليل خلال مباحثات الوفد حمساوي وفد حماس في القاهره مع المسؤولين المصريين، خاصه ان هناك بالفعل مباحثات مصريه امريكيه قطريه تجرى على قدم وساق، وهناك ايضا ربما يترقب ان يكون هناك زياره للوفد الاسرائيلي غدا رئيس الموساد مع رئيس الشباك ومجموعه من شخصيات الجيش الاسرائيلي للبحث في امكانيه تسلم رد حركه حماس للتعاطي معه ايجابيا في ضوء تسجيل كثير من العقبات التي حدثت. مساء اليوم حتى اليوم الجانب المصري حتى كما قالت فضائيه القاهره الاخباريه لمسؤول مصر رفيع انه تم التوافق في كثير من النقاط الخلافيه وان القاهره تقوم بدور جهد جبار وايجابي للغايه في تسجيل العقبات وتضييق الخناق او شقه الخلاف حول بعض النقاط الخلافيه، واعتقد ان هذا بحد ذاته يمثل لاول مره منذ 23 نوفمبر بعد مؤتمرات الهدنه الاولى التي تم تطبيقها في نهايه العام الماضي أول مرة سمة أجواء إيجابية في القاهرة على منتصف الأسبوع أو قبل نهاية الأسبوع، ربما يكون هناك تقارب والتلاقي نحو بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الموسع على ثلاث مراحل، خاصة أن النقاط المتبقية لم تعد كثيرة بعد أن تم التوافق على أن يكون هناك بالفعل عودة للفلسطينيين من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال في اليوم السابع من تطبيق اتفاق الهدنة في المرحلة الأولى، وأن يكون هناك بالفعل بداية عملية تبادل السجناء 33 مقابل ما يقارب 1100 من السجناء الفلسطينيين منهم بعض المحكومات العالية دون أن يكون هناك فيتو إسرائيلي حتى هذه اللحظة. وأعتقد الجانب الأمريكي وعد خلال زيارة ويليام بيرنز أنه حضر لإحداث نوع من الاختراق المفروض خلال الساعات القادمة، وأن حجم التفاهمات التي تم التوصل إليه كبير للغاية. ولكن لما الأجواء المتضاربة؟ يعني كل ما تفضلت به واضح ومهم وهو ضمن يعني تسارع الأحداث وقراءة هذه المفاوضات بهذه الجولة، لأنه كما تعلم أستاذ أشرف يعني توصف بأنها الجولة الحاسمة، لما الأجواء أو المعلومات المتضاربة؟ بكل تأكيد هي الجولة الأخيرة وربما تكون الفرصة الأخيرة كلا الطرفين الإسرائيلي والحمساوي تعلمنا تماما فيما يتعلق بمعارك المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2014 حتى هذه اللحظه بين حماس والجانب الاسرائيلي، كلا الجانبين يسعى في الدقائق الاخيره لرفع سقف التوقعات والحصول على كثير من فرصه الضغوط التي من شانها ان تحصل حماس على درجه كبيره من الضمانات الخطيه او التعهدات من قبل الجانب المصري والقطري برعايه امريكيه. الجانب الاسرائيلي ايضا يتلكأ يتباطأ يتراجع في امكانيه توفير كل الاستحقاقات الخاصه والمطالب الخاصه بحماس، وبالتالي يحتاج ليكون الضغط امريكي كما يحدث منذ ليله امس وحتى صباح اليوم، وبالتالي كل ما يحدث حاليا هو سباق ال 100 متر الاخيره فيما يتعلق بمرحله ماراثونيه منذ نوفمبر الماضي حتى الان بامكانيه حصول كل طرف على كثير من بعض النقاط الايجابيه التي يمكن تسجيلها في مرمى الطرف الاخر، خاصه ان حماس لديها كثير من الشعور بالتفاؤل كما ابلغت القاهره وانها راغبه في امكانيه التوافق خلال اليومين القادمين، لكنها تريد المزيد من الضمانات المزيد من النقاط على ارض الواقع يضمن الا يكون هناك بالفعل عمليه بالفعل اي نوع من الحواجز الاسرائيليه والغاء ما يعرف بنقطه تفتيش نوت سريم وغيرها من بعض النقاط الخلافيه حتى يكون هناك بالفعل عمليه تراضي بين الجانبين وتستح حماس من خلال التفاوض على المرحله الاولى والثانيه والثالثه دون ان تسعى اسرائيل لوضع العراقيل فيما يتعلق حتى بعدد السجناء وعدد دخول الشاحنات ودون استثناء ان يكون الشاحنات الخاصه بنقل الخيام ومولدات الكهرباء وغيرها الا تحسب من ضمن القوافل اليوميه التي تقارب 500 قافله تم التوافق عليها من خلال معبر رفح، وان يكون هناك فتح من 3 إلى 4 من نقاط المعابر في غزه مع الجانب الاسرائيلي من ضمن 6، كل هذه النقاط تم احراز تقدم فيها، لكن يتعلمي تماما صعوبه التوافق في اللحظه الاخيره وهنا وهذه ال 100 متر الاخيره استاذ اشرف
تبدو دائما صعبة، لأنه ليست الجولة الأولى من مفاوضات، وأنت تعرف بأنه كان حتى هناك بعض أجواء أحاطت الإيجابية لبعض الجولات حتى إن لم نكن بهذه الدرجة. ولكن يبقى السؤال اليوم، عندما يتحدث وزير الخارجية الأمريكي ويقول بأنه حماس هي اليوم الحاجز بين وقف إطلاق النار ويعني التوصل إلى اتفاق لهذه الهدنة، هل هذا يعني بأنه ضمنيا الولايات المتحدة أخذت موافقة إسرائيل؟ بكل تأكيد يمكن أن نقول بأي حال من الأحوال أن هناك بالفعل ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل في عملية اقتحام رفح. أعتقد أن هذه العملية مؤجلة خلال مباحثات التي أجراها الوفد المصري في تل أبيب الجمعة قبل الماضية، حصل بشكل ضمني من الجانب الإسرائيلي على أن يكون هناك تأجيل وتجميد لعملية اجتياح رفح، خاصة أن الجانب المصري عدد الأسباب الكثيرة التي من شأنها أن تؤدي لأحداث نوع من المذبحة البشرية داخل منطقة رفح، بالإضافة إلى تعكير صفو الأجواء المصرية الإسرائيلية، خاصة أن القرار لوحت بشكل عالمي وليس ضمني فيما يتعلق بتجميد معارض كامب ديفيد ووصول المرحلة إلى تعطيل كل ايضا طواقم التنسيق الامني والعسكري على طول الحدود المصريه الاسرائيليه، ايضا تعطيل كل ما يتعلق بقنوات التفاوض او على الاقل القنوات الدبلوماسيه والسياسيه وحتى الامنيه. واسرائيل تعي تماما ان الجانب المصري شديد الاهميه فيما يتعلق بضغوطه في هذا الشان، وبالتالي هذه العمليه من تقديري وبشكل واضح ومباشر جدا لدينا كثير من بعض المواقف الاسرائيليه التي تصب في خانه ابلاغا للقاهره لن تكون عمليه في رفح الا اذا تعثرت المفاوضات بشكل كامل. واعتقد حماس الان في موقف حرج، اما ان تقبل واما ستتحمل المسؤوليه في المقام الاول في ضوء كثير من بعض المرور التي قدمتها. وعادت اسرائيل في الايام الاخيره الى حد ما تنازلت عن بعض الشروط وقبلت بضمانات خطيه في اللحظه الاخيره بضغط امريكي، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون هناك نوع من التهرب، والا ستتحمل حماس المسؤوليه، خاصه ان نتنياهو ينتظر رفض حماس حتى يستطيع ان يخاطب. وحماس تعرف هذه النقطه، وبالتالي هل فعليا حماس اليوم بما انها تعرف هذه النقطه وبانه تعرف انه نتنياهو يعول على رفضه، ايضا ستقبل حتى لو اضطر الامر تقديم بعض التنازلات او الضمانات؟ أنا في تقديري حماس الآن زهراد الحائط، إما أن تقبل وإما تتحمل المسؤولية وأن يكون هناك بالفعل دخول لرفح والقضاء على أربعة كتائب الأخيرة، ويكون هناك اصطياد لكبار الشخصيات السنوار والضيف وغيره في منطقة رفح، وبالتالي تخسر حماس كما خسرت في الوسط وفي الشمال، وبالتالي هي ستقبل في نهاية الأمر لأنها بالفعل حصلت على كثير من الضمانات، كثير من المكاسب، عودة النازحين من الجنوب إلى الوسط إلى الشمال، دخول 500 شاحنة يومياً، الإفراج عن كثير من بعض الأسرى مقابل بعض السجناء، كل هذه مكاسب حصلت عليها حماس طيلة الأسابيع أو الشهرين الماضيين، وبالتالي حماس في موقف أفضل مما كانت عليه منذ شهرين، لكنها تناور في مزيد من النجاحات حتى تستطيع أن تقنع الجانب الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني في الداخل أنها استطاعت أن تحقق نجاحات وأن عملية الطوفان الأقصى كانت ناجحة، حتى يحدث نوع من التغطية على الخراب الذي حدث في غزة على مدار 210 يوم، وبالتالي حماس ستقبل نهاية الأمر، لم يعد لديها خيارات، إذا ذهبت وراحت وضاعت منها ورقة الأسرى ستكون بالفعل في مرحلة في مأزق خطير وربما في طريق مسدود للغاية، ولم يعد لديها خيارات غير هذه الورقة. في نهاية الأمر ربما غدا أو بعد غد ستقبل وتبلغ القاهرة خلال مفاوضات القاهرة الحالية، لأن بعض النقاط تحتاج لأن يكون هناك تقديم إجابات أمريكية ومصرية وقطرية عليها، والجانب الأمريكي يتولى الرعاية والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وإذا حصل وصول الوفد الإسرائيلي غدا وبعد غد سيكون هناك مفاوضات غير مباشرة. شكراً. ربما يتم التوصل إلى تفاهمات ما يقارب 90% والباقي يمكن معالجة في مفاوضات المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة، مدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري، شكرا جزيلا لك.